نظمت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية اليوم عرضاً كرنفالياً بمشاركة دراجات وسيارات شرطة المرور أمام مبنى الإدارة في باب مصلى بدمشق، وذلك بمناسبة يوم المرور العالمي. رسالة توعية للأخوة المواطنين عن عيد المرور شرع لغاية هي زيادة عدد الحوادث والكوارث والأضرار المادية والبشرية الناتجة عن حوادث السير. فتدعت الأمم للاجتماع وأصبح هذا اليوم هو يوم عيد مرور عالمي. إن شاء الله عام خالي جدا من الحوادث، إن شاء الله ما بنشوف أي حدا متعرض لأي حادث، إن شاء الله ينعاد على كل الجميع بألف خير، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير.